الفيديو ده بالتحديد هيخليك مليونير وباسرع وقت. اهلا بيكم في المورستان. طبعا من بدايه الفيديو جه في دماغك حاجتين: طرق ملتويه او غسيل اموال. لا يا حبيبي، لا يا بابا، ده برنامج محترم. انا بتاع الكلام ده؟ ده انا جايب لكم طرق علميه كيف تسخر الملاك الحارس لتحقيق احلامك بامر الله. بالظبط، الجارديان انجل بتاعك، الملاك الحارس. ده احنا في 2024 يا جماعه، لازم نصحى للكلام. الشهاده لله عجبني وهو بيقول بامر الله، علشان يدي كده ايه الفليفر الديني في الحدوته. ازاي بقى يا اسطى؟ واحد، بتجيب ورقه بيضاء. A4 ولا A3 بس عشان الدقه لو سمحت. 2، قلم رصاص. ما يمشيش معاك يوني بول. 3، على راس الصفحه بتكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فتتفعل الرحمة من الله للورقة. فتتفعل الرحمة من الله للورقة؟ هو انت مدخل كود خصم؟ يا ريتك فسيت ولا حكيت. ده لو الوضع بالسهولة دي، ده انا اكتبها على جبهتي. بص هنا، اكتبها هنا والله، بسم الله الرحمن الرحيم وعيش برحمته. لانها طاقة وذبذبات. الله يفتح عليك. طبعا طاقة وذبذبات معروفة يعني. وده اخرجته منين ده؟ صحيح نيوتن للطاقه، كتب تفسير الذبذبات والالحاد حتى الممات. يا اسطى انت جاي متاخر والله العظيم، كتير جدا سبقوك وفشلوا والله. والله اللي انا اعرفه ان ربنا بيعرف النوايا حتى من غير ما نتكلم فيها، وبيستجيب بالدعاء. انت بقى جبت الكلام ده منين؟ انا ما اعرفش. النقطه اللي بعدها بتكتب النيه او الحلم او الطموح اللي بدك تحققه. النقطه اللي الاخيره تحكي يا رب يا قادر، سخر لي ملاك الحارس بأمرك الحق لتفعيل ما كتبت على ورقتي الآن. ده عبط رسمي. يعني أنا أدعي ربنا إن هو يستجيب اللي أنا كتبته ويسخر لي الملاك الحارس. طب ما أدعي ربنا على طول وهو يستجيب إن شاء الله. هو فيه إيه؟ هو أنت واخد كوميشن على الدعوة؟ شفت إن أنت هنا مفيش حتى طاقة التفكير، مش موجودة أصلاً. أنت عايش على الذبذبات والله. في شرط واحد. ايوه، الحقنا بالشرط، اكيد هو ده اللي هيصلح الموقف. ان لا تقول لاي مخلوق شو كتبت بالورقه. يا راجل صلي على النبي، هو في حد مجنون يروح يقول لحد انا كتبت على ورقه عشان افعل ملاك الحارس؟ هو في حد متخلف عقليا يعمل كده؟ لا قريب ولا بعيد، لا اب ولا ام ولا زوج ولا زوجه ولا ابناء ولا. هي وصلت لدرجه ان انت بتشرح قريب وبعيد ولا حتى بيني وبين نفسي؟ والله العظيم انا مش عارف من امتى بيني وبين ربنا حاجز. انا والله العظيم اول مره اشوف حد يشغل الملاك بورتر. مش كده، مراحل العبط ما توصلش لكده. يعني حرفيا لو ده مش تمهيد لالحاد، فاحنا هنتكلف ورق A4 كتير قوي وقلم رصاص.